نحن سننتقل بدورنا إلى أرض الأحلام في هوليوود، حيث تنتقل معكم كاميرا العربية في جولة حصرية داخل أغلى منزل في الولايات المتحدة. أنت توك ناقل بيتك، هذا البيت قيمته 250 مليون والله رخيص دولار. لو كنت عارف ما نقلت بيتي يعني كان كنت استنيت شوية بس خلاص راحت طبعا. وين يقع المكان؟ يقع في مدينة أو البيت يعني في لوس أنجلوس الأمريكية. تفاصيل رحلة خيالية يرافقكم بها الزميل رافي بوغسيان إلى مكان لا شبيه له. عاد نحن في قصر لا مثيل له في العالم في أغلى مناطق لوس أنجلوس، والتي تشبه بالفعل أرض الأحلام. في طابق منفصل تحت الأرض معرض متكامل يحتوي على 12 مركبة فاخرة، سيقدم للمالك الجديد سيارتين من الصنف الكلاسيكي الفاخر جدا وعشر دراجات نارية الأسرع والأندر على الإطلاق، حيث تبلغ قيمة المعرض 30 مليون دولار. لدينا 12 غرفة نوم كبيرة جدا، ولدينا 21 حماما جميعها واسعة، إذن تقدر مساحة الأدوار الأربعة ب 55 ألف قدم تقريبا. كل ما أردته هو أن أبتكر منزلا جميلا فيه قطع فريدة من نوعها، لذلك سافرت إلى جميع أنحاء العالم وزرت المعارض وقابلت الكثير من المصممين الكبار الذين صنعوا قطعا نادرة تماما مثل هذه الطاولة. فريق من 7 أشخاص يعيشون ويعملون داخل القصر مدة مدفوعة الأجر لعامين كاملين، يبدأون العمل ليلة تسليم القصر بمن فيهم الطاهي والسائق وعاملان مختصان للعناية بكل تفاصيل القصر بشكل يومي. في البيت أشياء لم ترى من قبل والتي من شأنها أن تجعل المنزل مثيرا جدا وفريدا من نوعه. مثلا استغرق تصميم السلم 8 أشهر وقام ببنائه 24 عاملا، واستغرق بناؤه 2 كاملين. يصل الطابقين الثاني والثالث بكلفة 2 مليون دولار، وهو من أجمل وأكثر الواجهات تميزا في العالم. مدينة متكاملة تماما، كل ما تحلم به وأكثر متوافر داخل أسوارها، لكنها ما زالت بلا سكان، فيا ترى لمن ستكون هذه المملكة؟ رافي بوغسيان، العربية، لوس أنجلوس، كاليفورنيا.